هو البطل السعودي الآن يتجه للميدان، نامل ألا تخرج من هذا الميدان إلا منتصرا بالمركز الأول، والتوفيق بيد الله. آخر فرسان المهرجان، من فرسان المملكة العربية السعودية، جولة نظيفة أولى، سبقه الفرنسي بجولة نظيفة أيضا على عبد الله أن يخرج بدون نقاط جزاء بزمن أسرع من 61-57، وهو أهلا لهذه النتيجة وهذا الزمن، زمن ليس بالسريع جدا ولكن مسلك صعب. فارس بخبرة كبيرة عبد الله وليد الشربتري، الآن يونيك جواد قوي ويقرأ الجرس. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع الفارس عبد الله وليد الشربتري، الفارس الأخير في هذا الشوط. ويبدأ الزمن ويبدأ الحاجز الأول الآن، دوران الحاجز الثاني. عبد الله ليس في حاجة سرعة كبيرة، جاز الحاجز الثاني، الحاجز الثالث الآن. ألف وباء خطوتين جيم بدون نقاط جزاء إلى الآن، الحاجز الرابع من الخارج ولكن بسرعة للحاجز الخامس، وصول جيد، اجتياز ناجح. الحاجز السادس، دوران سريع. الحاجز السابع، ثلاث حواجز تفصل عبد الله الشربتلي، عبد الله وليد الشربتلي. الحاجز السابع اجتياز، اخر حاجزين عبد الله وليد الشربتلي، والجائزة الكبرى وختام مسك بمشيئة الله. اخر حاجز عبد الله وليد الشربتلي، اخر حاجز، حاجز المهرجان، اجتياز موفق. مبروك مبروك سعودية، ختام سعودي وختام مسك مع البطل عبد الله وليد الشربتلي. يونيك بدون نقاط جزاء بزمن 59-14 بفارق 3 ثواني عن الفرنسي. ها هو عبد الله وليد الشربتلي، فرحة عارمة من الجميع. بطل كالعادة، بطل كالعادة. ها هي لقطات المبدع عبد الله وليد الشربتلي. البطولة تبقى جائزة كبرى في أرض المملكة العربية السعودية بواسطة وعن طريق بطلها عبد الله وليد الشربتلي، فخر الفروسية السعودية. بالفعل وصيف بطل العالم، بطل آسيا وبطل الجائزة الكبرى. هي تحية أهلي الأمير صاحب السمو الملكي الأمير التركي بن عبد الله. ها هي النتيجة، أولا عبد الله وليد الشربتلي، ثانيا